الخبر اللي معايا بيقول رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة ملفات عمل الوزارة وتشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسؤولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية. وكان في اجتماع طبعا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. خلال الاجتماع ده بقى كان في استقبال لوفد من المملكة العربية السعودية بيضم ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية. عشان نتعرف أكتر على الموضوع ده معي على الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. لو أنا بتكلم على يعني الحمد لله في مجهودات برضو واضحة جدا من الدولة بالنهوض بالعملية الزراعية في مصر بوجه عام، ولكن أنا لفت نظري في الخبر أن في وفد من المملكة العربية السعودية، هل ده بروتوكول سنوي بيجي هذا الوفد لمصر ولا ده يعني شيء جديد عشان مثلا في تعاقدات جديدة في عمليات زراعية تأكيد أن المنتج المصري أصبح دلوقتي بينافس الأسواق العربية؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، والحقيقه احنا شايفين اهتمام كبير جدا بتوليد الدوله المصريه بتطوير وتحديث المنظومه الزراعيه. المنظومه الزراعيه مش بس انتاج نباتي، ولكن انتاج نباتي وحيواني وداجيني وسمكي وحتى كمان المستلزمات الزراعيه والتصنيع الزراعي ومعاملات مع بعض الحصاد، كل دي اطر كبيره احنا بنشتغل فيها علشان نعظم ونطور من القطاع الزراعي بتاعنا اللي قدر يوصل انه يكون على مستوى الصادرات السلعيه بيمثل تقريبا جزء كبير ما يقرب من خمس الصادرات السلعيه جايه من القطاع الزراعي، وبالتالي ده بيديله اهميه كبرى. وفي هذا الاطار احنا كمان حريصين على ان احنا نفتح اسواق خارجيه علشان احنا عندنا انتاج كويس بيكفينا، وعندنا تقريبا كل الحصلات الانتاج محاصيل الخضر والفاكهه كفاءه ذاتي، عندنا الدواجن تقريبا كفاءه ذاتي، الاسماك، الالبان، كل هذه المنتجات اصبح عندنا كفاءه ذاتي وعندنا استثمارات بنضخها، محتاجين ان احنا نفتح اسواق لينا علشان نقدر نعظم من صادراتنا، واحنا قدرنا ان احنا نصل الى المرتبه الاولى على مستوى العالم في عدد كبير من الحصلات الزراعيه. وبالتالي احنا دايما بننسق مع الدول العربيه الشقيقه، بننسق مع الدول الافريقيه، بننسق مع كل دول العالم علشان نقدر نفتح فرص تسويقيه وفرص تصديريه جديده للمنتجات الزراعيه المصريه. طب شفت حضرتك في الزياره دي هل في رضا من الجانب السعودي على المنتج المصري وان شاء الله يكون في يعني وعود بمنتجات جديده يتم تصديرها للمملكه العربيه السعوديه؟ طبعا، والحقيقه احنا كمان في مثل هذه اللقاءات بيكون عندنا دايما تنسيق مستمر ان احنا نحاول نوري الدول العالم الخارجي، وطبعا دوله السعوديه احدى هذه الدول اللي احنا دايما حريصين على توضيح موقف التطوير اللي بيحدث في قطاع الزراعه فيها. طبعا حضرتك عارفه ان منشاتنا في وزاره الزراعه بالكامل حاصله على شهادات الايزو، معامل المرجعيات بتاعتنا اصبحت معامل مرجعيات في عدد كبير من الدول العالميه. احنا عندنا معمل الصحه الحيوانيه ده معتمد في منظمه الاو اي اي كمعمل مرجعي لهذه المنظمه، هي منظمه الصحه الحيوانيه العالميه. عندنا معمل متبقيات معمل معتمد في الاتحاد الاوروبي كمعمل مرجعي لدول الاتحاد الاوروبي من خارج الاتحاد، فبالتالي ده كمان بيدي مصداقيه كبيره للشهادات اللي احنا بنطلعها، وبالتالي احنا دايما بيكون عندنا فرص للتطوير وفرص للتحسين المستمر، وكمان دايما بنكون حريصين على ان احنا نكون على مستوى ثابت من الجوده عشان اعتماد معمل ان يكون معمل مرجعي ده مش سهل ابدا، ده بياخد جهد كبير، وبالتالي احنا دايما بنرحب بزياره كل الدول ان هم يجوا يشوفوا حجم التطوير اللي احنا بنعمله واللي احنا بنقوم بيه علشان يعرفوا ان حجم الشهاده اللي احنا بنطلعها من عندنا في وزاره الزراعه بتكون واخده فحوصات قد ايه وواخده جهد قد ايه علشان نقدر نوصل لمصداقيه عالميه تساهم في تطوير وتحديث منظومه القطاع الزراعي في مصر. طبعا كلام حضرتك مهم جدا لان هو القصه مش بالكميه، القصه فعلا بالجوده، ويمكن دي كانت حاجه مش هقول ما كناش واخدين بالنا منها زمان، لكن يمكن ما كانتش بالقوه اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي. بقى في سيستم خاص للقصه دي، قصه الجوده، عشان ما يبقاش بس احنا بننتج منتج ومصر تستحق يكون منتجها من اعلى يعني من ياخد اعلى جوده في ما بين المنتجات العالميه. طب برضو كان في استعرض السيد الوزير خلال لقائه مع رئيس الوزراء موقف المشروع القومي لزراعه قصب السكر بنظام الشتلات، لو حضرتك كلمتنا عنه. طبعا نظام الشكل ده من النظم الجديده اللي احنا بنشتغل عليها واللي احنا بنحاول ان احنا ننشرها للمزارعين. طبعا حضرتك عارفه ان احنا بنضخ مليارات من الجنيهات، اكثر من 50 مليار جنيه ضخنهم في عمليه تطوير نظم الري الحقلي، وعشان اقدر اطور نظم الري الحقلي في منظومه الزراعه بالقصب او المزارعي القصب الكلام ده يكون صعب جدا بنظام الزراعه التقليدي. وكمان نظام الزراعه التقليدي بيخلي الفلاح بيحصد تقريبا 30 طن للفدان، ممكن اكثر شويه ممكن اقل شويه، ولكن في المتوسط عن 30 33 طن من الفدان. لما بنطبق نظام الزراعه بالشكل، اولا ده بيسهل لنا اليه ان احنا نقدر نطور
نظم الري الحقلي ونطبق اساليب الري الحديث، وبالتالي ده يدي انتاجيه اعلى لوحده الارض ووحده الميه. بنتكلم على نظام الشتلات، ده يدي يوصل الفدان لمضاعف تقريبا انتاجه، ممكن نتجاوز ال 50 طن للفدان ونوصل ل 55 طن للفدان، وبالتالي احنا ضاعفنا انتاجيه الفدان للقصب. هل حضرتك بيكون في دعم للفلاح بالنسبه لو هو بيبقى مكلف مثلا اكتر من الزراعه العاديه؟ طبعا، واحنا كمان بننشئ مجموعه من المشاتل اللي توفر شتلات القصب للفلاحين. عندنا مشتل بنعمله في كوممبو، بنعمل مجموعه من المشاتل في عدد من محافظات الصعيد لتلبيه احتياجات المزارعي القصب في صعيد مصر، وده طبعا يكون من الاولويات المهمه بالنسبه للدوله المصريه، وطبعا كان توجيه السيد الرئيس واضح جدا في هذه النقطه. احنا كل ما لدينا وكل ما نقدر نقدمه من دعم للفلاح المصري اكيد هيكون موجود وهيكون متاح له، لان في النهايه لما الفلاح بيزرع فدان القصب ويحصد منه ضعف حجم انتاجه، بالتالي ده معناه ان في ربح اعلى بيحصل للفلاح، وبالتالي الفلاح يقدر ان هو يشتغل في عمليه التطوير. لما فلاح كمان اديله الري المطور بدون فايده على اقساط 10 سنوات، فبالتالي حجم التكلفه اللي هيدفعها تكاد لا تذكر، وبيكون هامش الربح او العائد نتيجه هذا التطوير في توفير المدخلات، الاسمده، المبيدات، كل المدخلات دي بتقل بشكل كبير جدا. توفير المياه حضرتك ده مهم جدا، لان يمكن في في ان نظام الري الحديث ان هو توفير المياه، وده يعني اعتقد ده بيهمنا احنا كلنا حتى كمصريين. طبعا، لان احنا كمان احنا على فكره الدوله المصريه بتقدم نموذج رائع جدا في اداره ملف المياه المستخدمه في عمليه الزراعه. أيوة. احنا كمان بنوصل دلوقتي او بنشتغل دلوقتي ان احنا نعظم انتاج وحده المياه، ونعظم او نوفر المدخلات اللي بيدفعها الفلاح في عمليه الزراعه. عمليه تطوير الري دي بتساعد ان هو يقلل من حجم الاسمده اللي بيستعملها، بيقلل من حجم المبيدات اللي بيستعملها، كمان في نفس الوقت بتدي له انتاج اعلى. معنى ان انا بقول نقلل يعني معناه ان انا بقلل تكاليف، ومعنى ان انا بقول بزود انتاج يبقى انا بزود ارباح. في الحاله دي معناه ان المزارع هيكسب اكتر من الفدان بتاعه، ده يخلي الفلاح يقدر ينتج اكتر. لما الفلاح يقدر ينتج اكتر انا عملت تنميه اقتصاديه. أيوة. وعملت تنميه مجتمعيه، وضمن مبادره الحياه كريمه الحقيقه كمان اللي بتهدف الى تحسين او توفير مستوى دخل مرضي للفلاح في سكان المناطق الريفيه، وايضا بعمل حاجه اسمها الامن الغذائي للمواطن المصري، لان والامن الغذائي ده جزء من الامن القومي المصري. لما اطلع قصب كتير او بطلع منتج زراعي او بطلع حصادات زراعيه بكميات كبيره، ده بيساهم في ان انا اوفر المنتج ده في السوق بسعر مناسب، ويكون دايما عندي اتاحه. ويمكن شفنا جائحه كورونا اللي اثرت على دول العالم كله، ما اثرتش على الدوله المصريه بفضل الجهود اللي كانت مبذوله من 2014 واللي احنا لسه مستمرين فيها وبنشتغل عليها علشان نحقق رؤيه الدوله المصريه 2030 ونصل لتحقيق اهداف التنميه المستدامه للدوله المصريه باذن الله. ان شاء الله يا رب.